قلت لي ابنك اتولد يوم كام؟ ليس جاس جانير يوم 6 يناير. يا نهار اسود يا جماعه، 6 1 يعني. عارف 6 1؟ نعم. مش عارف؟ 5 سيزو؟ يعني والله صدفة، والله يا جماعة صدفة، يعني أنا اللي ركزت بس. وطبعا زمايلنا في الإعداد وائل كمان قال لي ان اتولد يوم 6/1 صدفه، انا جايب نجم كبير وابنه مولود 6/1، ده شكلها بصوا يعني ان شاء الله فعلا هيبقى حاجه مميزه جدا. 6/1 دي بقى يا سيدي احكي لك قصتها بقى. احنا يا جماعه بنتكلم، انا لازم افهم الراجل 6/1 ايه. 6/1 احنا عندنا ناديين كبار في مصر، النادي الاهلي طبعا كبير جدا بانجازاته وبطولاته، فرق كبير جدا بينه وبين اللي بينافسه، بطولات كبيره جدا، عدد كبير جدا من البطولات، حوالي 50 بطولة كده. جيرارد مش عايز ألخبطك يعني، ولا أنت عارف التاريخ؟ عارف تقريبا. جيلبرتو حكاها لي بس حابب إنك تشرحها لي تاني. أشرحها لك طبعا، ده كل الجماهير مستنية. 6/1 دي يا سيدي إحنا كسبنا نادي الزمالك 6/1، ده الغريم التقليدي بتاع النادي الأهلي، كسبناها. دي كانت اكبر نتيجه في بين الفريقين 6/1، عشان كده 6/1 احنا بنحتفل كل سنه ب 6/1 كنتيجه كبيره. يعني لما تكسب نادي الزمالك، نادي الزمالك نادي كبير طبعا، كسبناه 6/1، نتيجه كبيره جدا كانت. وانت ابنك مولود 6/1، صدفه دي ولا ايه؟ ولا انت قاصد؟ انت انا يسانو جي سالت نادش دي سيت كم يس بوزبل نيسانو جي سالت. هو كان هيتولد يوم 7 وهو قال له، انا قلت لمراتي ان هيتولد يوم 6. ده انت لا بص، يعني هي جت صدفه لكن هتشوف ردود افعال مش طبيعيه على 6/1. ابنك 6/1 كويس. انت هنا بين ان بيك يوم كويسيدنس بوا، كويس ان هي جت مصادفه جميله. شفت؟ جميله جدا. ان شاء الله تكرر الانجاز ثاني، وعشان تقول لابنك كمان انا اتولدت يوم 6/1 واحنا كمان عملنا 6/1. مش لازم نادي يا جماعه بعينه، يعني بتكلم مع النجم يعني في اي مباراه. certeza vou dizer aqui vou contar uma história fantástica بالتاكيد انا احكي قصه بس جميله. يوم 6/1 كل سنه هتلاقي كمان احتفاليه خاصه لابنك كمان مع الاحتفاليه الخاصه الاهلاويه، تبقى على الفيسبوك بقى وعلى كل وسائل السوشيال ميديا عموما. ناجي لك